قبل البداية بمحور حلقة كورة هذا اليوم، لدينا رسالة إلى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم السيد عدنان درجال. حضرتك رفعت دعوة قضائية على مراسل برنامج كورة الزميل أحمد العطواني، وهذا حقك والحق مشروع كما موضح، وساحة القضاء هي الفيصل في إثبات الحق للمدعي أو المدعى عليه. ويوم غد سيحضر الزميل أحمد العطواني أمام القاضي، وكنا ثقة بعدالة المحكمة، لكن الغريب بالأمر هو استغلال النفوذ والعلاقات. فمنذ 10 أيام والضغوط التي تمارس ضد أحمد وعائلته لا تطاق، ومحاولة تشويه السمعة ومحاولة قطع الأرزاق من خلال وظيفته ومصدر رزقه أمر مرفوض، واللي يمارس ضده أمر معيب جدا. قبل قليل بلغني أن والدة الزميل أحمد العطواني نقلت للمستشفى بعد أن ضربتها جلطة بعد صدور أمر الاستقدام من جهاز الأمن الوطني، والحجية ما تحملت الصدمة، أتمنى لها السلامة والشفاء العاجل إن شاء الله. أنا استغرب اللي صار بالأيام الماضية من سلوكيات بعيدة كل البعد عن الرياضة وبعيدة عن السياقات المعروفة، ولكن إحنا ثقتنا عالية بالقضاء والجهات التنفيذية الأخرى. لكن اللي نتمنى أنه درجال يترك سياسة التأثير والعلاقات الشخصية من أجل التأثير على مستقبل الزميل أحمد بكل الوسائل والطرق. هذا اللي ما راح نقبل به، وعيب يصدر من رئيس اتحاد عراقي لكرة القدم، لأن سلوك مشين وما يليق به، وهو سلوك دخيل على الرياضة والرياضيين. وأخيرا نقول، إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك.